magaalada London waxaa ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo qaadashada caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddanka Ingiriiska taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay si aad ah uga cabanayeen waalidiinta Soomaaliyeed warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada London inooga soo diray wariyaha Cumar Sheekh Aadan barnaamijkani waxa ujeedadiisu tahay in lagu taageero waalidiinta عروتا لك ليراد أمال محمد خليف أمال خليف عبد الناصر خليف عبد الناصر خليف أمال خليف هي محمد خليف عروتا سيح لقاتي سبح بي أكتوبر أيا لقاتي سبتمبر أيا لقاتي سبح سبتمبر أيا لقاتي دوري بيضة وحن الهدى يكسب من عن مركاسي دلين ما أن كوميونتي الصومالية أو كل قرن مجالة لندن جارها ومبليف إلى وحن كرجينا إن قعنت من نبص عليان عرورتين إن شاء الله تعالى وحن ماشى نانتو إمت شهور بلا أدنى وعرورتين أو نغلقاتي ومركا وحن اتصنينا عن شوشل كإيو وتنكا دولة تنكا أتصنينا إني حررت إني نصو عليان في ملغودة مصو ويدات يا أبوت لما أنتو تبلو دسو علي موان وصو دعينينا إن شاء الله السلام عليكم ملكم شهر قم جينا حررت إني أم لغاقاتي أم هادي أدو بكر بيسنا إلهي محنك برينا أيضا نبقى والدين توضا نبقى قبو إني لا يسكسو علي وحن لأن هاي أولاد النهر الكوحن لغا إستاسي حق دره حبي والدك نتالو ديده ايه اللي يليين الماء ابي رلو ده جوب داري الحلمية اللي انك قاتل والدين انها طلي انجوز بشو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادي ادي نوحي معي ادي والدين تا امو يلا يستو استين لا يغو ادعون امو يدوير باوين لسك ده بطير ايه من سوح عادي نو طيان اللي كالتعون سمايا المو يخيوه بودين برقا لك سمايا اسكدو مايا إني لا أقول ملا وحي هلا درتي دندا كده وكده بالتهاب يا مركا فلن وين باراني على سكر مستعد والعيال كم مسلم كده براسك دي منو ولا في أنا والماء يدود يوارك كده هو الماء هو يتواتنا ويأكل أنت هاي وعن كم روي سنة الماء يغشوا شو حب كويستان هنوسود هنصيان هنوسود ديان هذا وارد كين هاي هذا وارد كهودي ده أنا كأنا وارد إدوينا تشوفنا حبريرا تشوف كل إنا لوصيو تشوف شو كعصرنا إنا كوصل كعصرنا إنا إن الماء إنا نصيان الماء هو يتواتنا ويسكم روي سنة هاي مركا الماء إنا نصيان لنا شو كعصرنا إنا كوصل كيبرنتي ونحن نتحدث عن سنتر كمان تتو بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو عفاميلي جو المها وحنا بعهنا إلمي يعني ما أنتوا حبيين نقص الصار يعني ليش أنتوا عجن هاي I'm Councillor Ruth Moore, I'm the Cabinet Member for Children and Young People in Brent. We've had a demonstration here this morning and carrying on into the afternoon. And I can understand that people in the Somali community are feeling very concerned about children being taken from their families. I'd like to say that it's only in extreme circumstances that we recommend that children are taken away from their families immediately, and it would then be for the police or the court to take that action. If we can work with the family to keep the children at home and support the parents, that's what we will do as a first resort. But at the end of the day, the needs of the children to be safe are paramount, so we have to make sure that their safety is ensured. وحن ربنا عن عروت المرسو عليو أنا هو علماء يودك أنا سحاج عبد الله وحن كرجينا أنت لبنا بكين ولايك ورقاو السلام عليكم أنا ما بحي وحن كرجيني لأن إلهي المرسو عليو الماس نوكاتي وإلى حد وح وليك المولاكي قاعد كرا السجن مركا إن شاء الله تجف على الله السلام عليكم ورحمة الله